بالنسبه للقضيه ديال الصابون هنايا كيركبوه العباد الله، ركبوه مؤخرا شي ثلاثه د المرات اللي شفتهم انا ركبوه هنايا، وانا بالنسبه لي ضد هذه الفكره هذه ديال الصابو، حتى شحال من واحد كيكون عنده شي حوايج اللي مزروب بزاف د الحوايج خصو يتسنى الشركه تجي تحيد ليه الصابو، دونك انا ضد الفكره هذه. شفت بزاف ديال الحالات غير هذه السيمانه من رجعوا هذا الصابو غير مؤخرا في هذ الشهرين هادو من راس العام لدابا، شفت بزاف ديال الحالات هنا في هذه البلاصه هذيك اللي كيركبوا الصابو العباد الله. تفضل. السلام عليكم، سميتي رشيد. شنو نقول لك اخويا على حسابات الصابو هذا راه ما خدامش، دونك بنادم كيمشي على البول يجي شي حاجه شي سميتو كيلصقوا ليه الصابو، صراحه ما انا ما معاهمش في هذا الشيء هذا، دونك هذا الشيء اللي كاين. انت شفتي شي حالات هنا؟ شي حالات مشاكل بزاف، وكيمشي بنادم دابا كاين اللي كيمشي عند الطبيب مريض كيلقى الصابو يقلب عليه ومشاكل بزاف كاينين صراحه الله، دونك ما متفقش معاهم صراحه. الصابو كاين، خاصكم ديروا الصابو، لان تيجيو الناس من الزخيرات من بوزنيقه من 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 سله الجديده من كل واحد من تيجي كيلوها هنا 15 يوم 10 يوم ويزيد. دازو هنايا صافي راه 10 سنين وما خدام معايا هنايا، وكان شاد بس كلها خاويه ما كيبانش بنادم. انا مع الصابو.